ما هو يا اما انت اتجننت يا اما بقيت عبيط. انت ايه اللي جابك يا بنت دلوقتي؟ مش ملاحظه بقى ان رجليك خدت على هنا قوي؟ كل شويه هتوطيني ولا ايه؟ عايزه مني ايه؟ عايزه اعقلك، عايزه ارجع لك مخك في دماغك. امشي يا بنت من وشي، امشي، انا مش ناقصك. وانا يعني اللي ناقصاك؟ والله طيب حتى بص في خلقتك دقيقه واحده. انما انا عايزه افهم حاجه، ايه اللي انت قلته لعبد الرحمن؟ زيت ايه ودقيق ايه اللي عايزين يتلخبطوا على بعض؟ يا راجل اختشي على دمك، ده انت شعرك شاب. طب زمان كنا بنقول عليك عيل ومش فاهم حاجه واهبل، لكن دلوقتي بقيت فاهم وقاصد كل حاجه. التلات ولاد ياخدوا التلات بنات، انا ما عنديش جواز قطاعي، جواز عندي بالجمله. جمله ايه وقطاعي ايه؟ اتكسف على دمك. هو انت رايح تشتري من عبده شقق لاولادك؟ دول بناته يا بني ادم. افهمي يا بنت، افهمي بقى، نفس ما تفهمي هتفضلي طول عمرك غبيه كده. لما ولادي يجوزوا بنات عبده هحافظ على فلوس العيله، مش هتطلع بره يا بنت. اسم الله يا اخويا محافظ يا ضنايا، تحافظ على فلوس العيله ولا تلهب فلوس العيله؟ مش احسن لما يجي رجاله غاوب يتهنوا بفلوس عبد الرحمن؟ مش ولادي اولى؟ يا بنت جوعها اولى بلحم طوره. والله ما في طور غيرك طايح في الدنيا. ده انت نهايتك يا سيف هتبقى زودة اسود من قرن الخروب يا سيف يا ابن سيده. اهدي اهدي يا اختي يا حبيبتي، اهدي، مش كده. سودة ولا زهق ما يهمكيش، فداكي. انا يعني كنت ناوي اميل عليكي واسالك سؤال بسيط كده، ناويه تعملي ايه يا عيشه بالقرشين اللي عندك؟ يا نهارك مطين يا سيف، ولا عاوز تلف عليا انا كمان وتلهف القرشين؟ يا بنت افهمي، انت لو بتفهمي وعندك دم تكتبي القرشين دول لولادي. افرضي بنات عبده اتجوزوا رجاله غرب، يغديكي بقى الرجاله الغرب دول ياخدوا فلوسك ويتهنوا بيها بعد ما تموتي؟ يا واد حافظ على ملافظك، جاك موته لما تشيلك. بتبشر عليا ليه بعد الشر عليا؟ بقى عايز تموتني وتورث فلوسي لاولادك يا سيف؟ دي سنه الحياه يا عيشه، انت فاكره نفسك هتعيش على طول؟ ما انت هتموتي، يعني هتموتي. انا مش قادره اصدق، مش قادره اصدق ان اللي واقف قدامي بيكلمني ده بني ادم، بني ادم من لحم ودم زينا. انت ايه يا اخي؟ الفلوس بالنسبه لك ايه؟ الدنيا كلها دي ورق، مجرد ورق يا سيف. صدق يا اخويا ان انت صعبان عليا، لانك عايش وميت في نفس الوقت. هورثك يعني، هورثك يا عيشه. اهلا يا مال. اهلا بيك يا حاج. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ انا عندي مكتب صرافه. يعني خلصت دراستك وبعدين فتحت محل الصرافه؟ لا انا لسه بدرس وفي نفس الوقت بشتغل. تعال تعال، انا احب الشباب اللي زيك كده. قول لي بقى، انت شفت منى بنتي؟ الحقيقه لسه ما شفتهاش. امال عايز تتجوزها ليه؟ بابا بيقول لي انها جوازه كويسه. طب مش كنت تطلب تشوفها الاول يعني؟ معلش، بعدين ابقى اشوفها يا حاج. بعدين امتى؟ وبعدين ايه حكايتك يعني؟ حكايتي يا حاج؟ انت عندك زكام؟ لا ابدا، شويه يعني. طب ساكت على نفسك ليه؟ ما تروح لدكتور يعالجك. الحكايه مش مستاهله يا حاج. ازاي مش مستاهله؟ ده انت مصيبتك تقيله. ليه كده بس يا حاج؟ لانك عيان ومش عاوز تروح تتعالج. شمام يا مصيبتي، الواد ماهر شمام. مين اللي قالك يا عبده؟ انا ما حدش قال لي، لكن كل شويه يمسح مناخيره بايده، وانا ليا نظره في البني ادم ما تخيبش. يا ابني ابو عارف؟ لو قلت له مش هيصدق. يا ريت تقولي له، يمكن يلحقه قبل ما يضيع. اخوك ده كذاب يا عيشه، بيفتري على ولادي عشان يهرب من الجوازه. لا عبد الرحمن عمره ما يكذب ابدا. شوف انت ولادك، ده لما ساعه ما قال لي على الخبر ده يا اخويا وانا جسمي كله بيترعش. ازاي بس ازاي؟ ما قالكيش عارف ازاي يا عيشه؟ قال لي عارف ازاي؟ ده عبد الرحمن يبص للبني ادم يفصصه من ساسه لراسه. مش قادر اصدق، مش قادر. معقول؟ معقول يا ابني بيشم؟ ايوه يا بابا، انا دخلت على مره الاوضه لقيته وصف صاحبه بيشم حاجه بيضه كده زي الدقيق. ما قلتليش ليه يا ابني؟ ما قلتليش ليه؟ هددني يا بابا وقال لي اجي قلت لك هيقول لك ان انا بروح اقابل ماما. انت كمان بتروح لامك من ورايا؟
ده ايه المصايب اللي بتحصل من ورا ظهري دي؟ معلش يا اخويا، اتقي ربنا عشان ربنا يكرمك في عيالك وشوف لك صرف مع الواد ابنك، ما تسيبوش كده ابدا يا سيف. الشم بيعمل ايه يا عمته؟ الشم يا اخويا بعد الشر عليك بيعمل مصايب، ده بيموت. شوف لك صرف مع ابنك. قولي لي يا عيشه، انا في عندك يا عيشه، قولي لي اعمل ايه؟ انده الواد يا اخويا وقرره، اذا كان حقيقي شوف له دكتور ولا اي حاجه. صفوت، انا خايف نتفتش في المطار. قرا لك يا صاحبي المطار داخل، يعني لا في جوازات ولا جمارك، هيفتشونا ليه؟ تحضرت الزباين؟ جاهزين يا زمان. طب انا مش عارف اخش البيت ازاي بالمصيبه اللي معايا دي. هات عندي وانا بكره ارجعها لك. اقول لك ايه، ما تيجي نفوت الاول على ريري؟ نعمل بيها ايه ريري دلوقتي؟ لا دي عندها خبره كبيره قوي بالبضاعه، وتقدر تكشف عليها وتشوف اذا كان الخواجه بيقول عليها روشه صح ولا نص نص. نص نص؟ انت مجنون ولا ايه؟ احنا دافعين كل الفلوس اللي هو طالبها، يعني ما عندوش اي حجه. طب ما تيجي نفوت برضو عليها ومنها شد لنا سطرين لاحسن، دماغي ابتدت تطبل. انا دماغي زقزقت. طب يلا بينا بس. ايوه يا ماهر، تعالى حالا، انا عايزك. لما تيجي يا فندي تبقى تعرف وتتكلم. ايوه يا اخويا اتفقنا انك حر في يوم اجازتك، لكن ما اتفقناش انك تبات بره. كلمتك على الموبايل لقيته مقفول. لا يا بابا ما كنتش قافله ولا حاجه، تقريبا الشبكه كانت واقعه. انا عند صفوت صاحبي دلوقتي. حاضر، طيب جاي على طول. مع السلامه. ايه مال ابوك؟ ابدا قلقان عليا. يا ننوس عين امه، ايه هو فاكرك نغه؟ طب بس ممكن تكشف لنا على البضاعه بقى وتقول لنا رايك ايه؟ اللعبه دي كبيره عليكم، انتوا مش قدها، ما كانش المفروض تدخلوها من الاول، كان لازم تاخدوها واحده واحده، وكان لازم تسالوني. يا ست ريري، يا ست ريري، ابوس ايدك خلصينا، انا هعرف اصرفها وهكسب فيها الدوبل كمان. وريني. ايه ده؟ ايه؟ انتوا ناويين تفتحوا قهوة؟ يعني ايه؟ مش فاهم. ده سحلب. سحلب؟ سحلب ايه؟ ما تبطلي تريقة بقى. والله العظيم سحلب. سحلب. وريني وريني. سحلب خواجة ارتسنا وكلنا العوانت يا صفو. انتوا دفعتوا له كام؟ نص مليون دولار يا مصيبتي، ومش بالمصري كمان. ابن الايه ارتسنا، انا مش هسيبه. انت تعرف مكانه فين؟ اهو مرزوع في شرم الشيخ. طب وانا هعمل ايه دلوقتي؟ انا كده هضيع، هروح في داهيه، دول نص مليون دولار. ايه ده يا ماهر؟ ايه ده ازاي؟ ايه ده ازاي؟ دول نص مليون دولار، انا مش عارف اعمل ايه، انا مش عارف اتلم على نفسي. طيب كله بيترعش بسرعة هريني كده برضو يا صفو، كده بغرقني يا صاحبي. وانا مالي، وانا شعرفني ان الخواجات كلامهم مش دول. اهدى يا مالي. خد دي كمان. لا واحدة بس. هات سيبي. ايه واحدة بس؟ ايه سيبيني كتير عليك ده. سيبوني. كنت فين يا فندم لغاية دلوقتي؟ قول لي الاول، كنت عارف ان اخوك بيشم؟ ايوه يا بابا. وبتقول ايوه؟ سكت ازاي؟ ما قلتليش ليه؟ يا بابا عملت معاه المستحيل وهو وعدني انه هيبطل. وعدني؟ في حاجه اسمها وعدني؟ يا بابا يا حبيبي، هو اكد لي ووعدني انه هيبطل قبل حضرتك ما تعرف. واخوك مدحت بيتعاطى حاجه هو كمان؟ الو؟ اي اخويا مات. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. مين يا عبدو؟ ابن سيف. يلا يا سيف، يلا اطلع ارتاح شوية. ارتاح؟ ما عادش في راحة بعد كده يا عبدو. خلي إيمانك بربنا كبير ونعمة بالله. أنا السبب، أنا اللي دلعته، خليته يعمل كل ما بداله. مفيش فايدة من الكلام دلوقتي، أنت هتطلع تتوضى وتصلي وتنام. تنام
هيجيني نوم منين يا عبده؟ بس صدقني يا سيف، لما هتتوضى وتصلي هتحس بالراحة وهتنام. واستعينوا بالصبر والصلاة. تعبتك معايا قوي يا عبد. عيب يا سيف، ما تقولش كده، احنا اخوات، ما تنساش انا اخوك الكبير. حالته صعبة قوي يا عيشة. كبدي عليه، ربنا يصبره وشوية عليه اللي حصل يا اخويا. أنا مش عايزك تسيبي اليومين دول، يا ريت حتى تروحي تقعدي معاه شوية. حاضر. يعني على الأقل تاخدي بالك من الولاد.